أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجوركم إلا ليعبدون. هذه الآية هي الوجود، حقيقة من يعقل من المخلوقات إن كانت له حرية التصرف تركا أو فعلا. خلقوا ليعبدوا، حقيقة يجهلها من لا يطلب صراطا مستقيما ويتنكر لها غير قليل ممن يعرفها. وفلسفة الغفلة عن هذه الحقيقة أن الدنيا ثقيلة وعبء، وليحتملها أهلها زينت بمتعها رئيا حسنا وطعما لذيذا وعيشا رغدا. مخذول الرأي والنظر من أنس بها، فراقت له مقاما وهو يحسب أن فيها البقاء. الدنيا عنصر عجيب في تكوين الإنسان، فماذا يقول سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه فيها؟ نحن ضيوف الشيخ مهدي أبو زيد ليطلعنا على درر الحكمة العلية للإمام الحسين عليه الصلاة. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا عنصر، عندما نقول عنصر في تكوين الإنسان، في طبيعة الإنسان، في تعلقه، في فهمه، نحن في حيز ربما نحن لا نعرفه، لا نفهم، ندرك أننا نراه، تلتقطه الحواس، لكننا لا نفهمه حق الفهم. ماذا يقول سيد الشهداء عن الدنيا؟ صلوات الله تعالى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين، الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين. السلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. أعظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا صاحب الزمان. عن الحياة الدنيا كثيرة تلك الحكم التي أطلقها البيت النبوي، لا لأن الدنيا بجمالها المادي هي المشكلة. نعم، المشكلة ليست في الأنهار والأشجار والتراب والماء والهواء. جيد، بدأنا بالفلسفة، ممتاز. هذه الأمور، نعم، هي مسخرات في خدمة الإنسان. الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. أحسن. كل شيء في خدمتنا. أحسن. لكن وقال لنا كل ذلك منه، يعني هو وهبنا هذا، نعم، وسخره لنا لكي يكون مطية لنا نجوز من خلاله إلى كمالاتنا. فإذا رأى الإنسان في هذه الأمور الكمال فقد شوه معالم الدنيا. الكمال الذاتي. الكمال الذاتي. تصبح الأداة والوسيلة هي الهدف. أحسنت. فعندما يضيع الهدف يصبح الإنسان في الدنيا المثمومة. لكن عندما يستبقي الإنسان هذه الدنيا كدنيا، أيضا حتى التسمية المتعارف عليها عند جميع البشر تعبير دنيا، عندما نأتي إليه لغويا وفلسفيا إنما هو تعبير عن شيء دان، صحيح، عن شيء ليس له رفعة، على وزن فعلة، بنى، ليس له قيمة. أحسنتم. ثم يأتي الإنسان ليتعلق بما لا قيمة له فيفقد قيمته. هذه العلقة، نعم، بين الإنسان واللا قيمة والأقل يأخذ حكم الأكثر، فستنعدم قيمته بانعدام القيمة التي تعلق بها، كما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه: ألا وإن الدنيا قد أدبرت والآخرة قد أقبلت ولكل منهما بنون
فكونوا من أبناء الآخرة الأخرى الخلود، ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا وإن اليوم عمل ولا حساب. هذه الدار دار للعمل، دار للجواز، وليست دار للاستقرار. فعندما تتخذها مقرا، عندما تتخذها مقرا، عند ذلك أنت أضعت الهدف، وبالتالي عشت الدنيا المذمومة. يعني وكأنكم تشيرون إلى تفريق أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة بين من أبصر بالدنيا اتخذها وسيلة أبصر بها، صحيح، ومن أبصر فيها هذا بصرته وهذا أعمت. أعمت، صحيح. عندما ينظر الإنسان إلى بريق الذهب ولا يكون ذا بصيرة، فتعمى العين، وبالتالي ينحجب القلب، فيغوص الإنسان في شهوة آنية ذليلة حقيرة فتذله. بينما عندما يطلق الإنسان الدنيا ويدير لها ظهره، فإنها ترقد لاهثة خلفه. كل المسلمين وكل البشر ممن تعرف على شيء من عظمة أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، يشير إلى مسألة تنكر أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه للدنيا، ويشير كيف أنها جاءته طيعة صاغرة ولا زالت تنوخ عند أقدامه. أي والله. ولا يكترث لها. وكل ما في الدنيا كذلك، أوحى الله إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. لذلك ربما يشبه الإنسان الدنيا، علاقة الإنسان بالدنيا، بعلاقة شاب بصبية. كلما ابتعد وترفع تجد أنها تسعى إلى أن تتقرب منه، وعندما تجد منه تذللا وخضوعا وخنوعا وسعيا لكسب الود تترفع عليه، تبادله بالترفع والمنع. لذلك أمير المؤمنين عبر في علاقته مع الدنيا: يا دنيا طلقتك ثلاث. يعني هذا طلاق لا إمكانية للرجوع فيه. ليصور هذه الصورة، صورة أن هذه الدنيا إنما تملكها عندما تدير لها ظهرك. من هنا عندما نأتي إلى مفاتن الدنيا، إلى جمال الدنيا، كما جاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحمل ما يملك من مال، ويريد أن يتخلص من هذا المال على قاعدة أنه دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ذم التعلق بالدنيا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: وما تصنع بهذا المال؟ كيف كنت تتعاطى معه؟ قال: كنت أوسع على عيالي وأقري الضيف وأساعد المحتاج وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: وهل هذا إلا الآخرة؟ هذا الآخرة. عندما تغترف مما خولك الله، مما سخره الله لك في خدمة الآخرة، هذا آخرة. ولا يعني أن تعيش في الدنيا أن لا تتمتع بجمالاتها، لكن أن لا تأسرك، أن لا تقودك، أن لا يصبح زمامك بيدها، هذا المطلوب. يعني عدنا نتحدث عن السيطرة، سيطر على الدنيا ولا تدعها تسيطر عليك. والسيطر على الدنيا لا يكون إلا إذا أهملتها وأغفلتها. عندما تهملها وتغفلها فأنت عمليا تعمل بمقتضيات هدفك الأصلي. سترى هدفك. عندما تهمل هذا الوهج سترى الهدف، لكن عندما تركز النظر في وهج بريقها سوف تخبو وتخفت لديك بصيرة النظر إلى الهدف. ومشكلتنا منذ ابني آدم سلام الله على نبينا وآله وعليه وإلى يومنا هذا، وهذه المشكلة. عندما يرى الإنسان الدنيا هي المستقر، هي الهدف، هي كل شيء، عند ذلك سوف يقصر في كل واجباته التي تؤدي به إلى كماله، وبالتالي صار من أبناء الدنيا.
والدنيا إلى زوال، فإذا كل هذه الآمال زائلة بذلك الزوال. نعم. لذلك مولانا سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه عندما يشير إلى تنكر الدنيا يشير إلى مفصل حقيقي، وهو تكليف الإنسان في هذه الدار. إن يقول صلوات الله تعالى عليه: إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها فلم يبقى منها إلا صبابة. يعني بالأخير المقدار الذي يستفيده الإنسان من كل هذه الدنيا هو شيء يسير، كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به. فذن يرى تنكر الدنيا على أن الحق لا يعمل به، فإذن لم يقل أن الأشجار لم تعد جميلة والمياه لم تعد صالحة والأرض لم تعد متسعة، لا، دنيا تنكرت، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. يعني مدار الدنيا عند أمير عند سيد الشهداء هو، فإذن النظرة الحقيقية للدنيا أن يرى الإنسان الحق حقا فيتبعه، عند ذلك تكون الدنيا مقبلة لأنه هو أدبر تقبل عليه. لكن عندما الإنسان ينكب عليها وبالتالي سوف يدبر عن الحق، عند ذلك سوف تتنكر له. من هنا هذه المقارنة الطردية: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. عند ذلك مطلوب من الإنسان المؤمن أن يسعى للقاء الله، أن يفر ببصيرته ببصره نصرة للحق ووقوفا في وجه الظلم وتنكرا لهذه الدنيا، لأنها ليست هذه الدنيا التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا. هذه الدنيا هي التي سخرنا أنفسنا في خدمتها، وليس هو هذا الهدف. فإذا عند ذلك يقول سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه: فإني لا أرى الموت إلا سعادة. فالسعادة في الدنيا عندما يعمل الإنسان بالحق، وعندما يقف الإنسان في وجه الباطل، عند ذلك يعيش سعادة الدار هذه وبالتالي سعادة الدار الأخرى، لأن سعادة الدارين ممكنة فيما لو سخر الإنسان إمكانيات هذه الدار في خدمة تلك الدار. نعم. سيعيش اللذتين معا. لذلك تجد مثلا أن الصائم الذي امتنع عن الطعام قربة لله تعالى وامتنع عن المعاني الأخرى المادية قربة لله تعالى، عندما تسقيه شربة ماء يرى فيها من اللذة كأنه امتلك الدنيا، بينما عندما يكون الماء على فيه كامل النهار فإنه لا يشعر بتلك اللذة. وعندما يأتي إلى الطعام كذلك سيرى في القليل البسيط لذة لا يجدها فيما لو كان الطعام ممتدا وبمتناوله في كامل النهار. فإذا المشكلة في الدنيا هي تعاطي الإنسان معها وليس في مادياتها، ولا هذه الماديات أئمتنا صلوات الله تعالى عليهم الأنبياء الصالحون يرونها أنها الدار التي إذا ما أحسن الإنسان الاستفادة منها تؤدي به إلى دار الخلود، هي المضمار الذي فيما لو أحسن الإنسان السباق فيه يوصله إلى الكمال، يوصله إلى الفوز. فليست مذموميتها لما فيها من إمكانيات، وإنما المذمة في هذه العلقة التي تجعلها هدفا دون الهدف الأسمى. يقال شيخنا إنه من لعن الدنيا قالت له الدنيا لعن الله أعصانا لربه. يعني الدنيا بحد ذاتها ليست هي المشكلة، ليست هي المشكلة صحيح، لكن كيف نراها، كيف التعامل بيننا وبينها، هنا هي المشكلة. انظر مثلا اليوم هنالك مصطلح موجود في مجتمعاتنا، نعم، هو موضوع أن
أننا نحب العيش. وماذا يقصدون بالعيش؟ يقصدون بالعيش اللذائذ الحيوانية، يعني أحب الطعام وأحب الشراب وأحب العلاقة الجنسية وأحب هذه الأمور التي هي متاحة لكل حيوان في هذه الطبيعة، يعني مسألة طبيعية. هل يعقل أن الإنسان العاقل الذي أتيح له أفق أن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يتنازل ليكون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ويعتبر أن هذا هو العيش، أو أن هذه الأمور أمور تكوينية طبيعية عادية لا يعيش الإنسان لأجلها، إنما هي موجودة لأجله لكي يكمل، يعني يعيش ويستكمل بها وليس لأجلها، وليس لأجلها. فإذا صار هدفنا من الحياة هذه الأمور لم نعد إنسانا سويا، صار الحق لا يعمل به، لأن هذا الإنسان الذي يريد أن يعيش كذلك هو كأي بهيمة موجودة في على وجه الأرض، من جهة كما يقول أمير المؤمنين همها علفها وشغلها تقممها، ليس لها أي وظيفة. ليس عجيبا شيخنا أنه منذ الفلسفة اليونانية قبل الميلاد بأكثر من 300 سنة حتى يومنا هذا هناك من الفلاسفة والمفكرين من يدعون إلى التمتع بالحياة، وهل التمتع إلا الأكل والشرب والعلاقات وما شابه؟ ليس عجيبا أن يتخذ بعض المفكرين المتفلسفين من هذا النوع من العيش شعارا؟ إذا أغوت الأضواء ولمعان الذهب وخرير المياه وحفيف الأشجار أغوت الأسماع والأبصار والذائقة، لم يعد للعقل مكان، حتى لو حاول الإنسان أن يفلسف هذه العلقة، ولا هذه العلقة متاحة لكل أحد، لكل مخلوق من مخلوقات الله متاح. لكن إذا أنا رأيت العيش، حقيقة العيش هذه الرؤية، ما الفارق بيني وبين أي مخلوق آخر، بيني وبين أي حيوان آخر، أي فرق موجود؟ بالقرآن لا يوجد أي فرق، يعني شرح لنا القرآن عن مطر السماء على المستوى عندما الحيواني لا فرق. فإذا ما هي ميزتي عند ذلك؟ لكن عندما أنظر إلى المنظومة القيمية التي جاء بها الأنبياء والأولياء وأسير على مستوى هذه المنظومة، فسأجد أنني بالإضافة إلى عمارة الدنيا كمادة سوف أبني الآخرة كروح ومعنى وكمالات. فإذن الفارق هو أنني مرة أنظر إلى أن العيش هو هذا، ومرة أنظر من منظار أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه عندما قال لخادمه وهو يطلب منه أن يعطيه أن يعطي أحد الفقراء 100، فقال سيدي أمن الدينار أعطيه أم من الفضة؟ فقال أمير المؤمنين كلاهما عندي حجر، أعطه منهما أنفعهما له. فعندما تنظر إلى هذا المقدر المادي الموجود على أنه حجر، ثم تنظر إليه من منظار آخر على أنه كل شيء، وفي سبيله يمكن أن يقتل الإنسان ابن نبي، سوف تجد أن الدنيا تبدلت. في المحل الذي تراه حجر، سيان كان بين يدي أو بين يديك لا مشكلة، لأننا كلانا ننظر إليه على أنه وسيلة وآلة وطريق وأسلوب يؤدي بنا، نستفيد منه، مسخر لنا لكي نسير في طريقنا. ومرة أنظر إلى هذا الحجر أنه كل شيء، عندما أنظر إليه بهذه الشاكلة من النظر الدنيا تنكرت، يعني لم تعد هذه الدنيا التي سخرها الله سبحانه وتعالى. هنا فلسفة اللذة، يقولون قيمة الحياة في أن نتلذذ بها. فلسفة اللذة يقول هذه هي قيمة الحياة، ليست قيمتنا نحن. بينما أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يلتذ بشيء آخر، الإمام حسين عليه السلام كان يلتذ بشيء آخر. عندما نأتي إلى التركيب الإنساني، الإنسان لديه
جنبة روحية، نعم، ولديه جنبة مادية. صحيح. عندما تغلب الجنبة المادية على الطبيعة الإنسانية سيلتذ بالماديات، سيكون الغذاء والطعام والشراب والملبس والمأكل والحركة والتنقل والانبساط الجزئي المحدود هو اللذة. نعم. لكن هذا إنسان مغبون، لأنه التذ بالقشر وترك اللب. لأننا على قناعة كبشر، حتى هؤلاء المتفلسفين، نعم، أن حقيقة الإنسان ليست هذا البدن. طبعا. يعني هؤلاء تفكيرهم، نعم، كرجل يمتلك سيارة لطيفة وجميلة وسريعة ومجهزة ويبذل كل العناية لأجل سيارته ويغفل عن نفسه، هذا الإنسان سيكون محط استهزاء وسخرية كل الناس. صحيح. لأنه عمليا بذل الجهد على الوسيلة وترك الأصل والهدف الذي هو هو. يعني قدم الكثير من أجل القليل، من أجل شيء أصلا لا قيمية له، سيتركه. كذلك نحن، عندما يقتنع الإنسان بأنني مركب من بدن، من آلة، من وسيلة ومن ذات، لذلك عندما يتوفى الإنسان، أيه الإنسان؟ هذا الطين الباقي أم ذلك الذي استكمل طريقه؟ لأن الإنسان وصل إلى شفير القبر، صار يحتاج إلى آلة جديدة يسير من خلالها إلى كمالاته، إلى المقام الذي عده الله سبحانه وتعالى، واستغنى عن هذه الآلة، فتبين أنه كل ما بذلته من أجل هذه الآلة ذهب ضياعا وستدفنه بالتراب. ستستفيد منه هوام الأرض شيخ، سيصبح طعمة، نعم، لهوام الأرض. أما الحقيقة التي أغفلتها نتيجة الانجذاب إلى الدنيا سوف تعيش الحسرات، لأنك لم تغذيها الغذاء الذي يضمن لها استكمال السير. جيد شيخنا، فيما يخص المعنويات والماديات نكمل إذا سمحتم لنا بعد الفاصل إن شاء الله. سادة الأفاضل، لن نطيل عليكم إن شاء الله، تشرفونا متابعتكم. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أيها الناس، إن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففي الدنيا حييتم وللآخرة خلقتم. إنما الدنيا كالسم يأكله من لا يعرفه، إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما أخر، فقدموا فضلا يكن لكم ولا تؤخروا كلا يكن عليكم، فإن المحروم من حرم خير ماله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، وأحسن في الجنة بها مهاده، وطيب على الصراط بها مسلكه. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في ضيافة الشيخ مهدي أبو زيد، يحدثنا عن الدنيا في منظور أهل البيت عليهم السلام. شيخنا، في التعبير الإيراني الحديث يسمون الأمور بالمعنويات، القضايا المتعلقة بالروحانيات، المتعلقة بالأخلاقية، يسمون كل هذا معنويات. بعضهم يقول التلذذ بالدنيا، الركون إليها، السير وراءها هو ما يسعدنا. بعضهم يقول لا، من المعنويات الحب، لكن الحب الحقيقي. من أنواع الحب الحقيقي مثلا المرأة الأم التي تحب طفلها، رغم ما تبذله وتشقى، تبذله من شقاء من أجل ولدها وهي تعتني به، إلا أنها تشعر بلذة حقيقية لأنه بين أيديها، ولأنها تعتني به، ولأنها تتعب من أجله، لأن ذلك نفحة إلهية استودعها الله فيها أيضا. يا سبحان الله. إذن عدنا إلى المعنويات شيخنا. صحيح. مسألة أن نتبع الدنيا، أو كما تفضلت من قبل أن تتبعنا الدنيا، هذه الفلسفة العلوية الحسينية سنعود إليها معكم. عادة في منظومة القيم
هنالك اختلاف في الآراء، ما هي القيمة بالضبط؟ البعض يرى أن القيمة هو ما يتداول بين الناس على أنه قيمة، يعني اعتبارية، الناس يعطون لشيء يعتبرون له قيمة. جيد. فإذا أقلعوا عن هذا الاعتبار لم يعد له قيمة. فمثلا قد يكون لديك تراث عن جدك أو أحد أجدادك له قيمة معنوية لديك اعتبارية، بالنسبة لي لا يسوي فلسا. صحيح. لأنه لا ربط معنوي بيني وبين هذا الشيء، وأنت ترى له معنى. في كثير من أمور الدنيا الأمر كذلك، يعني مثلا هنالك شخص يرى أن كامل المعنى في أن أحصل الأمر الفلاني، في حين ينظر الآخر إليه إلى أنه استغباء وتعام عن الواقع وعن الحقيقة ولا يرى فيه شيء، بل يذمه على هذه العلقة. الإمام صلوات الله تعالى عليه عبر لنا عن هذه العلاقة عندما يرى الإنسان أن الدنيا هي الحاكمة، عبر بالعبودية. العبودية، الناس عبيد الدنيا. أحسنتم. لم يقل المؤمنون، نعم، الناس عبيد الدنيا. ماذا يعني أنهم عبيد الدنيا؟ يعني أنهم مستعدون أن يبذلوا لأجل هذه اللذائذ المادية كل شيء بما فيه أنفسهم، يعني مستعدون إلى أن يذبحوا أنفسهم عند هياكل الدنيا، أضحية للدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لما؟ لأنهم أماتوا جنبة الحق فيهم. لذلك الإمام صلوات الله تعالى عليه في هذه الحكمة المباركة يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به. نعم. إذن تنكر الدنيا، استدبار الدنيا، العبودية للدنيا تجعل الإنسان في موقع يعاند الحق، لأن الدنيا والآخرة لا يجتمعان. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله تعالى يقول: الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب وماش بينهما، كلما اقترب من أحدهما ابتعد عن الآخر. لا يمكن للإنسان أن يجمع العلق بالدنيا مع العلق بالآخرة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. لقلق. لقلق. يحوطونه ما درت معائشهم. طالما أن المعيشة مؤمنة لا ضير في الصلاة، لا ضير في الصيام، لا مشكلة في الحجاب. لكن إذا محصوا بالبلاء، إذا جاء الاختبار ليمتحن الإنسان كما امتحن كل مخلوق آخر، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، خلقته من طين وخلقتني من نار، أنا أسجد له، كيف يكون ذلك؟ أنا صاحب العبادة، أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا. فإذن هذا يعيش دنيا لأنه على المستوى الفكري تدنى إلى درجة يقيس بالماديات ونسي النفحة التي تعطي هذا أكثر مما تعطي ذاك. الله سبحانه وتعالى في الخلق قال لي: الدنيا لك، لكن استفد منها، وجعلنا الأرض مهادا، استفد منها ما شئت في خدمة حركتك، في خدمة هدفك. فعندما يأتي الإنسان إلى الدنيا وينبهر بها يصبح الدين بالنسبة له ثانوي، يعني تصبح المنظومة التي تضبط إيقاع الحركة نحو الكمال بالنسبة إليه ثانوية. لما؟ لأنه رأى الكمال في هذه الجزئيات البسيطة. متى تتكشف له الواقعة ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، فكشفنا عنك في غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن في موقع لم يعد هنالك مجال للتدارك، كلا إنها كلمة هو قائلها. فإذا مطلوب من الإنسان وهو في هذه الدنيا أن يدرك أن حاجته من الدنيا مؤمنة، كما قال أمير المؤمنين: والرزق مضمون مقسوم، قد قسمه عادل وسيفي به. شيخنا، دور البلاء كرحمة إلهية، كمنبه يوقظ الناس الغافلين الذين انغمسوا سهوا وعفوا وانبهارا كما تفضلتم بأضواء الدنيا، دور البلاء في الإيقاظ، البلاء الإلهي.
عندما يشير الإمام عليه السلام فإني لا أرى الموت إلا سعادة، يريد أن ينبه، أن يوقظ، أن يهز ضمير هؤلاء ليقول لهم آخر ما أنتم فيه هو الموت، وهذا الموت بالنسبة للعامل بالحق هو السعادة، هو اللذة، هو العيش، هو الخلود، تحقيق مشيئة الله هي المطلوب. فإذا أداء التكليف هو الحياة، هو الذي ينبغي للإنسان أن يعمل به. فرق بين الدنيا وبين الحياة، الدنيا حياة آنية مقدمة للحياة، فإذا رأى الإنسان في المقدمة ذي المقدمة خسر الهدف. لذلك مطلوب من الإنسان أن ينظر إلى هذا البلاء على أنه الطريق الذي يمكن أن يهزه فيوقظه، أن يقول له اصحى، انظر أنت أمام عقبات، وطالما أن هذا الطريق فيه من هذه العقبات فإذا أنت لست في مكان القرار والاستقرار، وإلا لو كنت في المستقر لما كان ينبغي لك أن تعاني هذه المعاناة. فهذه المعاناة تريد أن تشير إلى أنك لست في المكان الذي ينبغي لك أن تستقر فيه، اذهب، ارحل، انتقل إلى الخطوة التالية، فإن في الخطوة التالية نجاة. لذا عندما لا يستفيد الإنسان من الدين، لا ينظر الإنسان إلى القيم، سيصبح الإنسان عبدا، لأنه جعل استودع جعله ملكا عليه. هذه الدنيا المسخرة صارت مسخرة. وهنالك حديث قدسي عن هذا الموضوع، إشارة، أوحى الله إلى الدنيا أن يخدمي من خدمني. هاي الدنيا في خدمتك ما دمت في خدمة الهدف، كل الإمكانيات تتوافر لديك. يعني في يوم من الأيام جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبلغه أن الله يقرئه السلام، وقال له يا محمد إن شئت جعلت لك هذه البطحاء ذهبة حمراء، أي صحرا، الأرض المترامية المنبطحة المنبسطة، إذا شئت جعلتها لك ذهب أحمر دون أن ينقص من أجلك في الآخرة شيء، المقام محفوظ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أخي جبرائيل ثم ما، يعني بعد ما أمتلك هذا الشيء ويصبح بين يدي إلى أين؟ قال ثم الموت، يعني استيقظ، حتى لو امتلكت كل هذه الدنيا آخر المطاف أنت تارك لكل ذلك. وهنا نستذكر كلام أبي ذر الغفاري، عمرتم دنياكم بخراب آخرتكم. من الطبيعي جدا عندما يصبح العمران ها هنا أن تصبح العلطة ها هنا، وبالتالي سيخسر الإنسان في المكان الآخر. سبحان الله شيخنا، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعبير أمير المؤمنين كان إذا رأى زخارف على قماشة ما يقول لزوجته غيبي، كي لا يتذكر الدنيا، كي لا يتعلق بها. شيخنا، لكن المشكلة في من تعلقوا في الدنيا، إذا نبههم الله سبحانه وتعالى بالبلاء ليستيقظوا، ليعلموا أن هناك آخرة تنتظرهم. الأدب القرآني يشير إلى مسألة خطيرة جدا، هي أنهم إذا لم ينتبهوا بالبلاء ولم يستيقظوا يفتح الله عليهم أبواب السماء، يغرقهم بالنعم. لذلك هنالك رواية تشير إذا رأيت الله جل وعلا يتوالى أو يوالي عليك بالخيرات وأنت تعصيه فاعلم أنك لست على خير، لقوله إنما نمدهم ليزدادوا إثما. يا الله، يعني خذ حظك من الدنيا كما تشاء وليس لك في الآخرة من خلاق. لذلك مطلوب من الإنسان عندما نشير إلى هذا الموضوع، لنقف عند مسألة أن سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه يشير إلى تنكر الدنيا وتغيرها وإدبارها وأنه لم يبقى فيها من الخير شيء، ليقول لهم انظروا أيها المؤمنون، أيها المسلمون، عندما
تصبح الدنيا هي الحاكمة، عندما تصبح العلقة بالولد، العلقة بالمال، العلقة بالممتلكات، العلقة بالعقار هي الحاكمة، فإنكم ستتركون القيم، ستتركون نبيكم وآل نبيكم، سوف تشاركون في تسليمهم إلى المقصلة، إلى المذبحة، سوف تؤثرون على سير حياتكم، وسوف تذوقون مرارة ولوعة ما سيجري. لذلك تجد أن هذا التذكير من سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه إنما هو إلفات لهم إلى ما سيأتي عليهم في الأيام التالية، ما سيجري في المحطات اللاحقة. ترك النصرة هي في الحقيقة وقوع في محذور أن يداس الناس تحت حوافر الخيول. ما غزي قوم في عقل دارهم إلا ذلوا. عدم نصرة سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه كما قلنا في البدايات لن تدفع عن أحد موته، كما أن نصرته لن تسلب من أحد عمره. هؤلاء لم ينصروا سيد الشهداء، لكن كم عمروا بعده؟ جاءتهم خيول آل أبي سفيان فعاثت فسادا واستباحت المدينة واعتدت على أعراض المهاجرين والأنصار وجرى ما جرى في المدينة. ثم جرى الاعتداء على مكة المكرمة وهدمت الكعبة المشرفة واعتدي على مكة المكرمة. فإذا ترك الأمر بالمعروف، ترك نصرة الحق، عمليا سيخسرك أيضا الدنيا، لن تبقى الدنيا كما هي بالنسبة إليك. يعني الآن إذا الإنسان يمتلك كل الدنيا وكل ما فيها كما قال بهلول لهارون الرشيد، ثم ابتلي بمرض لا يقوى فيه على طعام أو على شراب أو على حركة، ما قيمة كل ما يملك؟ بالضبط، ليس له أي قيمة. لذلك حقيقة أن تعيش في هذه الدنيا لأجل الآخرة، الله سبحانه وتعالى يمتعك في الدنيا المقدار الذي يقويك على تلك الحركة. أما إذا عشت لهذه الدنيا فقط سوف لن تلتذ حتى بما بين يديك. سأفترض شيخنا، سأفترض أنا وجنابكم الكريم افتراضا خياليا، أحد أنصار الإمام حسين عليه السلام رجل مسن كان يريد أن يقاتل مع الإمام الحسين، لكن سنه لم تسمح له، أصابته رعشة، ما جلس في الأرض وهو يرتجف واعتذر من الإمام الحسين عليه السلام. هؤلاء قوم كتبت عليهم الأجل، هذا الرجل الذي قعد عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام برأيكم كان سيأتيه أجله في وقته؟ يعني هل نصرة الإمام الحسين عليه السلام بالسيف أو ترك النصرة بالسيف لعذر أو لغير عذر كان ستؤخر أجلا أو ستعجل أجلا أو سيبقى الأجل كما هو؟ لكن الفرق هو أنه هذا الإنسان وفق لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، أجله آت، اختار أن يأتي الأجل بالسيف لا أن يأتيه الأجل بشيء آخر. قضية أنه أن تنصر بالسيف يعجل في الأجل أو يؤجل، هذه القضية سأقتلها. موضوع نصرة الحق كما ورد في كثير عن روايات أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم لا تسلب الإنسان دقيقة من عمره. جيد. كما قلنا في رواية أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه مصفين، كفى بالأجل حارسا، إذا لك أجل مؤجل. هنالك أحد أبناء مولانا المجتبى صلوات الله تعالى عليه بترت يده في معركة كربلاء وكان صغير السن، الحسن المثنى، ثم السلالة الحسنية من نسله المبارك، ثم أخذه أخواله فعالجوه، ثم بقي وعاش واستكمل عمره. وكان في خضم المعركة وأصيب إصابة قاتلة. مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله تعالى عليه كان في خضم المعركة ونصر بمقدار طاقته وبقي واستكمل. وهنالك أشخاص كانوا في بيوتهم وبرز إليهم القتل إلى بيوتهم، وتحييد النفس عن المعركة لم يبعد عنهم حر السيف. انظر هنالك قصة عن ذلك السفير لدولة الروم عندما كان في مجلس يزيد وسأله عن هذا الرأس وعن الملابسات وعن المشكلة وكذا،
في نهاية المطاف قتله يزيد بن معاوية ليعمي على الناس حقيقة. فإذا الإنسان الذي له أجل لا يستطيع أحد أن يسلبه الأجل. هنالك أناس قاتلوا مع سيد الشهداء ثم قالوا سيدي عندما أصل إلى مكان لا أقدر على نصرتك إذن لي بالانصراف. وفى لهم الحسين سلام. ووفى له الحسين وانصرف وعاش بعد ذلك. نعم. لكن أي عيشة عاشها وهو افتقد الضوء، افتقد اللذة، افتقد القرب من أهل البيت صلوات الله عليهم مع بذله وجهاده وجراحاته وكل شيء. يعني شيخنا لما تقول سيدة زينب سلام الله عليه كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعه، يعني وكأنه الإنسان هو اختار. هذه عظمة هؤلاء، عندما يتنكرون للدنيا نعم يرسمون عزة الدنيا وخلود الآخرة. عندما تختار الزمان والمكان أنت القوي. أحسنت. القوي هو الإنسان الذي يقدم دون التفات إلى المترتبات الآنية. وإلا انظر إلى العظماء نعم. سواء كانوا ينتمون إلى مدرسة السماء أو كانوا حتى في الحياة الدنيوية نعم. الذي يقتل لأجل قيمة من القيم تخلده تلك القيمة بالضبط، بصرف النظر عن ارتباطه الديني نعم. فكيف إذا كان القتل والنصرة لأجل مبادئ الاستخلاف على الأرض، لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، لأجل الحفاظ على ولاية الله على عباده، لأجل الحفاظ على ولي الله الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. أحسنتم. في الدنيا وفي الآخرة نعم. لذلك انظر إلى هؤلاء العظماء الذين دفنوا قبل 1400 سنة لا زالت قبورهم محجة للناس فعلا، وهم في الحياة الدنيا بعضهم كان على هامش الحياة بنظر أهل الدنيا، لكن هم بنظر أهل الآخرة هم ممن صنع الحياة وصنع العزة وصنع الكرامة، هؤلاء يمثلون حياة. الآن انظر أريد أن أستفسر عن أعطني 100 اسم من الظلمة ومن أعوان الظلمة ربما لا تستطيع أن تعد، لأن التاريخ الذي كتبه هؤلاء لم يذكرهم، وإذا ذكرهم فقد ضاعوا في غياهبها. أما تجد الذين نصروا الحق منذ آدم عليه السلام إلى اليوم على مر التاريخ الله سبحانه وتعالى يحفظ لهم الجهد الدنيوي أيضا، يعني يحفظ لهم تراثهم في الدنيا نعم. يبقون علامات على صفحات التاريخ في الدنيا ولهم الخلود عند الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن الأنبياء بالرغم من كل الظلامات التي لحقت بهم بقيت آثارهم إلى اليوم توقظوا نماذج من البشر، تعيدهم إلى الحياة مجددا بعد أن عاشوا لوثة الدنيا في مكان من الأمكنة. حتى في ثقافتنا وعقيدتنا عندما يأتي المسيح عليه السلام مع مولانا صاحب الزمان صلوات الله تعالى عليه فإنه يعيد إيقاظ فئة رأت أن الدنيا هي هذا العيش الذي يمثل مأكلا ومشربا وملبسا، ليقول لهم لا إن الدنيا ليست كذلك، إن الدنيا هي بالولاية لله ولأولياء الله وبالطاعة لهم نعم. لذلك عندما نشير إلى حكمة سيد الشهداء بالنظر إلى الدنيا ويرى أن الموت هو السعادة عندما تصبح الحياة بهذه الشاكلة، ليقول لنا انظروا إذا أنتم أخذتم جانب الدنيا كممر فأنتم أحق ببقاء ولي الله المعصوم بين أيديكم وبين ظهرانيكم تستفيدون منه. أحسنت. أما إذا تركتم نصرة الحق فأنتم استغنيتم عن وجود المعصوم، وأسعد لولي الله أن يكون في جوار الله سبحانه وتعالى فعلا. لذلك سيدنا ومولانا أبي ضيم صلوات الله تعالى عليه شاء الله أن يراني قتيلا، مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يستعيد هذه الجوهرة من بين ظهراني الناس تنزيها لها. أن يخسر الناس نعم. هذه القيمة العظيمة بينهم لأنهم رأوا الدنيا في مكان آخر غير المكان الذي ينبغي لهم. لذلك إذا أردنا الدنيا الحقيقية، الدنيا التي تبذل لنا كل ما في وسعها لإرضائنا عندما نكون في رضاء الله سبحانه وتعالى ونسير على هدي أولياء الله سبحانه وتعالى وننصر إمامنا صلوات الله تعالى عليه. نحن على امتداد كربلاء نعيش كربلاء، نعيش ثقافتها، نعيش قيمها، نستفيد من حكمة الإمام
الحسين صلوات الله تعالى عليه، لنتعلم كيف نتعاطى مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نعزيه على أنه حاضر يعيش مأساة إني لا أرى الموت إلا سعادة، لأنه لا يرى، لا زال يرى في قلوبنا حب هذه الحياة الخسيسة الدنيئة القليلة الفائدة. علينا أولا قبل أن تكون على المبدأ وعلى الطريق وعلى الكمال، المشكلة فينا، يمكن لنا أن نصحح ونصلح وأن نعود إلى الولاية والطاعة ونعود إلى هذه الحكم، فإننا بذلك نكون قد ارتبطنا بكربلاء ارتباطا صحيحا. لا فضفوكم شيخنا، حفظكم الله سبحانه. يعني اليوم وقفنا على فلسفة حقيقية للدنيا كما تراها مدرسة أهل البيت سلام الله تعالى عليه. الحسين مدرسة مستمرة صلوات الله، صلوات الله تعالى عليه. شيخنا مهدي أبو زيد، أشكركم جزيل الشكر لما تفضلتم به. أشكر أيضا سادة الأفاضل الذين منوا علينا بوقتهم. على أمل الملتقى إن شاء الله في موعد لاحق. أستودعكم رعايته سبحانه وتعالى ودعاء أهل البيت عليهم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.